السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم كالعادة، مرحبا بكم معايا. اليوم هذا الفيديو ديال هذا النهار صراحة مختلف على الفيديوهات تماما. هذا الفيديو فيه الغيرة الوطنية. أنا مواطنة مغربية اللي كان غير صراحة على بلادي، كان غير عليها بزاف، كان بغي نشوفها فواحد المرتبة اللي كتكون عالية قسما بالله العلي العظيم. كيف كتشوفوا هنا كاينة بومبية، كاينين البوليس، كاينين البوليس اللي تابعين الإقليم الباسك، وكاينين البوليس اللي تابعين لإسبانيا، وكاينين جوج إسعافات كيف كتشوفوا، وكاينين هنايا كيف كتشوفوا هنايا كاين واحد الرجل من رجال الإطفاء. شنو واقع هنا؟ اللي واقع هنا هو ان شي حريق، اللي واحد الحريق بسيط، ماشي زعما شي حريق اللي كثير، حريق بسيط. يعني كتشوفوا هنا كاين واحد البوليسي مانع الطوموبيلات انهم يدوزوا من هاد الطريق هذه، رغم ان ما كاينش شي حريق اللي زعما كثير اللي غيتاذوا فيه الناس اللي دايزين، ولا لازم حريق اللي هو شنقول لك جد 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 عادي، يعني اي واحد يمكن يتعرض ليه. هنا كاينين فيكم البوليس، هنا كاينين جوج اسعافات. هاد الاسعافات كاين الاسعاف الاولى والثانيه، واحده كتكون مختصه اذا كانت شي حاجه خطيره، واخرى اذا كانت شي حاجه بسيطه. بالنسبه لرجال الاطفاء، راهم رجال الاسعاف راهم كاينين داخل في الدار، داخلين عند الناس اللي وقع لهم داك الحريق. كيف كتشوفوا هنا هذاك الشيء اللي تحرق راه هو هذاك الشيء اللي كاين في البالكون، خرجوه تمنيا وطفاو. كيف قلت لكم رجال ديال الاسعاف راهم كاينين فوق، شنو كيديروا؟ كيقدموا، ما كاين لا حريق لا والو، كيقدموا الدعم النفسي. يعني هنا اللي شفت انا بعيني، اللي شفت انا كيف لكم بعيني، ان ديما كيكون واحد طبيب اللي كيكون نفساني، اللي كيكون دائما كيكون مرافق الرجال الاسعاف. يعني الا كانت الحاله ماشي زعما حاجه خطيره، ولكن ضروري ان ملي كيكون شي حريق ضروري بنادم كيتخلع، عندك الخلعه كتخلع، العافيه كتخلع، كتقول كون 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 وقعوا كون، يعني كيدخل عندك كيجي معاهم هذاك الطبيب، كيعطيك الدعم النفسي، يعني باش ما يخرج من عندك من تحت، يخليك على راحتك، وكيبقى يسول فيك، وكيبقى يديك لكم الدعم النفسي راه في كل شيء. هنا رجال الاطفاء كيف كتشوفوا راهم قايمين بالواجب ديالهم، واخا ان الحاله ما كاينش شي حاله اللي خطيره. وكيف شفتوا هنايا البوليس كاين هنايا مانعين الطريق، ما يمكن حتى شي واحد يدوز من هذا الطريق. صراحه هاد الناس خدامين بلادهم، خدامين بلادهم. حنا كتجينا الغيره صراحه، كتجينا الغيره على بلادنا. علاش حنا ما نكونوش بحال هكا؟ علاش حنا بلادنا من؟ انا هنا ما كنقللش من 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 رجال الاطفاء ديالنا، ولكن الامكانيات ديال الدوله، الامكانيات هي اللي كتلعب دور. بالاضافه هنا في مثلا هنا في البلاصه اللي كنسكنوا مثلا، ولا اوروبا، في اوروبا كامله كتلقى رجال المطافي مغطين واحد البلاصه اللي هي صغيره، البلاصه اللي هي صغيره، يعني حتى لا زيت التليفون وعيطي كيستجيبوا دغيا دغيا، كتلقاهم حداه. بقى رجال المطافي دغيا هما جاوا، ها لابيلانس حتى هي جات، كلشي كيجي. بلادنا كتلقى مثلا رجال الاطفاء ولا البومبيه كتلقاها مثلا بعيده في واحد البلاصه اللي هي بعيده، باش تعيط ليهم باش يجيو، شحال خصهم باش يجيو، حتى اللي عطى اللقطه وعاد تشعل العافيه وتشعل حتى في الجار اللي حداك، وعاد الى جات رجال المطاف. حنا ملي كنشوفو صراحه، ملي كنشوفو هادشي كنغيرو على بلادنا، والله الا كتهزنا الغيره على بلادنا. بغينا حتى بلادنا حتى هي تكون بحال هكا، بغينا بلادنا حتى هي تهز بالمواطن، المواطن تهز به بالدعم النفسي قبل من كل شيء. الدعم النفسي يعني بحال هاد الحاله هذه مثلا، هو ما كاينش حريق اللي زعما واعر، ولا شي واحد صاب، ولا شي حاجه شعلت في الدار.
يعني جاو البوليس قايمين بدورهم، جات رجال الإطفاء تهما قايمين بدورهم، جاو رجال الإسعاف تهما قايمين بدورهم. بالنسبه لينا والله بالنسبه لينا حنا في المغرب، يعني الا دزنا من حدا بحال هاد الدار هكا ولقينا شويه العافيه، ماشي تعافيه، دخان، كاين يعني شويه دخان خارج من الدار، يعني هذا راهي واحد شويه دخان خارج، اش غنقولوا؟ غنقولوا اي شي مره كتشوط شي راس ولا 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 كيشوي ودايرين شويه كيشوي. حنا الا شفتوا بحال هاد المنظر هذا كي كان بالنسبه لينا حنا كمغاربه وداكشي اللي عشنا فيه، شغنقول؟ غنقولوا المندبه كبيره والميت فير، داك المثل الشعبي ديالنا، المندبه كبيره واقيله والميت فار، الميت فار. لابيلانسات، جوجات واقفين، البوليس كيف كتشوفوا واقفين من هاد الجهه، البوليس ديال الاقليم الباسك والبوليس ديال اسبانيا كامله، يعني كيجيو جوج انواع ديال البوليس. ورجال الاطفاء تا هما راه دور الطوموبيل تا هي تبارك الله عامره، والطريق حابسه من هنا والطريق حابسه من لهيه، ولابيلانس كيف شفتوا اصحاب سميتو الاسعافات راهم طالعين الفوق كيقدموا كيف قلت لكم الدعم النفسي، وهذا الشيء صراحه هو اللي خلاني انا كنعاودها ونعاود نقولها، واللي خلاني انني ندير هذا الفيديو. الغيره صراحه والله الا الغيره. انا ما كرهتش حتى انا بلادي نشوفها بحال هكا، نشوف حنا المواطن المغربي حتى هو عنده كرامه، كيف هاد الناس هادو صراحه عندهم كرامه، ماشي هما حتى حنا معاهم ولات عندنا صراحه كرامه، يعني هاد الشيء حنا دزنا منه جات عندنا بلانس للدار، التعامل معاهم كتعيط معي بالتليفون صراحه واحد المده اللي قليله كتلقاهم عندك، كتلقى لابيلانس كامله طالعين مسلحين بالوسائل ديالهم بكل شيء ليهم، كيقدموا لك واخا تكون الحاله ماشي خطيره، انت كتكون مريض ضرك شي حاجه، كتشوف هذاك الدعم ديالهم، كتشوفهم انهم واقفين معاك، كتشوفهم كيهضروا معاك، هذاك المرض سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله واحد الراحه النفسيه كتنزل عندك، والله الا واحد الراحه النفسيه. كيف كتشوفوها هما خرجوا رجال ديال الاسعاف، هما ما خرجوا حتى شي واحد معاهم، يعني قاموا بالدور ديالهم، خلاو السيده ولا السيده على خاطره، كملوا، هما خرجوا شدوا كل واحد، راه كيف كتشوفوا راهم ركبوا في طوموبيلاتهم وهما غاديين في حالاتهم، وخلاو خلاو زعما يعني كيف كنقولوا هدنوا السوق. فيديو شارح راسو، الهضره كثيره، وقال لك كيقول لك لا ظهرت المعنى لا فائده في التكرار. هنا رجال الاطفاء حتى هما راهم كيجمعوا في الدوزان ديالهم، يعني ما كاينه حتى شي حاجه اللي خطيره، كان حريق بسيط، قاموا بالدور ديالهم، وانه حريق بسيط بحال كيقول لك ايوا صافي معيط لينا على والو، ولكن هذيك من والو راه فيها عيد دعم نفسي، والله الا فيها عيد دعم نفسي، يعني الا جاو عندك وعطاوك هذا الدعم النفسي، انت الا كانت واقع عليك شي حاجه كتهدن وكتحس براسك بخير. هذا هو الهدف من هذا الفيديو. اخواني اخواتي سمحوا لي تقلت عليكم، كنتمنى ما كنتش تقلت عليكم، انايا ربما بغيت نتقاسم معكم غير هاد اللحظات هذه اللي شفتها انا قدام عينيا ووقعت قدامنا في الدرب ديالنا. كيف كتشوفوا راه حنا طالعين، حنا ساكنين في السابع، حنا بحال هاد الناس اللي وقع لهم هاد الحريق، يعني مقابلين معانا. واحد اشاره قبل ما ننسى الفيديو ديالي، صراحه كنلقاو ملي كيكون شي حريق عندنا في المغرب هاد القضيه كتعجبني وكتحمقني، كتلقى ان الشعب متضامن، ها اللي هاز الصقل، ها اللي هاز المانطه، ها اللي هاز الرمله، يعني كتلقى الشعب قايم بالواجب قبل ما يجيو رجال الاطفاء. وتحيه للشعب المغربي على الروح التضامن ديالو، مهم صراحه كيقوم بالواجب ديالو. وهذا هو الهدف من هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، ومرحبا بالاراء ديالكم، مرحبا بالاقتراحات ديالكم، وهذا الشيء اللي كاين، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.